ديال الحريق ما عرفناش. اوكي حنا متضررين بين هاد التجار هادو، بين هاد التجار هاد لافيرين، بيناتهم هاد التجار متضررين من الحريق ديال هاد الكارثه هادي. نطلبوا من السلطات سعود المحلات هنا في هاد الواجهه هادي. شنو كيديروا هاد المحلات؟ كي كله واش كيمارس، كاين اللي كيمارس الصباط ديال المستعمل، كاين اللي كيمارس السبرديله، كاين الملابس الجديده، انا منهم كنستعمل الملابس الجديده. الفواكه الجافه، كاين الفواكه الجافه، كاين مولين السبرديله هنايا، كاين مولين الموقيطات، مولين هاد الناس كلشي تضرروا هادو. انا وحده اللي كنطلبوا، كنطلبوا السلطه انها تعوضنا في هذا السوق اللي تابعين ليه، دافعين طلب المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اننا نكونوا من المستفيدين ان شاء الله، والله يخلف على الجميع. هو هذا الشيء اللي كنطلب. الخسائر شحال؟ الخسائر كل واحد ما يتقدر على، كاين اللي حتى 10 الملايين 12 مليون. بالنسبه لكم انت يعني؟ بالنسبه لي انا 10 الملايين اللي مشات لي. مشات الملايين ديال الملابس جديده، ملابس جديده ماشي مستعمله. كنبيعوا 20 في الملابس الجديده، شي 10 الملايين مشات لينا بينات التجار. هذا المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هما يدمجونا مع هذه المبادره هذه، الله يجزيهم بخير، يدمجونا مع هذه المبادره هذه، السوق هذه المنظمه هذه المبادره، ونرجعوا لبلايصنا نستمروا فيهم هذه الايام حتى يدمجونا مع المبادره. نطلبوا من السلطات ومن المجلس البلدي باش يتعاون معنا، الله يجزي في هذه الكارثه هذه، راه حنا ضرينا بزاف، الله يخلف. هو مشى كل شيء، هادشي كنطلبوا من السلطات المحليه ومن السلطات تعاون معنا في هذه الخساره هذه، تعاون معنا وتدمجنا في هذا السوق هذا، الله يرحم الوالدين، يدمجونا في هذا السوق هذا الاستفاده المبادره الوطنيه. راه حنا عيت سعود الحريفيه هنا اللي كلاو الدق دابا، عيت سعود. عندكم شي بديل يعني من الحدود اليوم يعني ربما انتم؟ لا ما عندكم. اصبحنا على حافه الافلاس، يعني ما اصبحنا ما عندناش واحد المدخول ولا شي حاجه باش يعني القوت اليوم ديالنا كناخذوه من هنا. حنا اليوم من اليوم راه تحبسنا القوت اليوم، ولا رزقنا مشى، رزقنا وديال الناس هو والمصائب ديال الناس كيسالنا الناس هما مشى، كلشي هو راه باقي، داكشي كلشي راه كاين تما، كلشي داكشي الله يعوض من عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وقلت له حنا تحرقنا هنا دابا، كاينين العساسه، كاينين ما بان لنا لا اساس لا مخزن لا حتى حاجه. القانون كنخلصوا، القانون كنخلصوا، القوانين كنخلصوا، كلشي ما شنا حتى شي قانون، وراه مشات لي شي 30 مليون هنا ديال السلعه. 30 مليون وكثر وكثر دابا، يا جماعه لا تما تحرقوا يلا، وشكون اللي بينا يلا ما عندنا حتى باش تعشاو، نمشيو نطلبوا، نمشيو نسرقوا، نديروا كتربون نداو حنا التشفرت، وحنا حالتنا ديما ديال طبيعتنا هذا هو المعيشة. هنا فين عايشين، هنا في طبيعتنا، هنا فين خلقونا، كنجريو على ولادنا وعلى والدينا، هو هذا اللي خطينا هنا. راه غنمشيو نبركوا دابا، كاين هنا نقلبوا على شي حاجه اللي ما كايناش في المغرب. هادشي علاش كيقلبوا هما دابا؟ حنا باش يتعاونوا معاك، ولا يشوفوا الدرويش، ولا يشوفوا هذا حالته كي دايره، ولا كاين اللي جا عندكم انت مسؤول. واش التراكس باغا تقلبك انت بلاصتك؟ اجا ويجا وانا المغرب عندنا حنا، الله يرزق السلامه دين زقان، وكيديروا المشروع على حساب دروش. هانتوما غاديين هالجمعيات، دوك الجمعيات تما اش كيديروا؟ اه راه التصويره، وراه التصويره دارت لاكارت، ها من شاتني التصويره تقول راه ضمنت البلاصه، هكاك راه 4000، هو بيدخل 4000 يجيبوا توا ديك الجمعيات ديال بلعاني. هادشي اللي كاين والو، المشروع بغيت تصبح المساكين، المشاريع ما تصبح المشاكل، هما تباع واحد راه شراه في الدار البيضاء، واحد راه شراه في طنجة، المشاريع اللي كان على حساب المساكين، وداهم الفلوس جاو من بلاد اخرى خالصين.